في هذا الفيديو سنتحدث عن قصص حقيقية لأشخاص اختفوا في ظروف غامضة ولم يتم العثور عليهم أبداً. تخيل أن شخصاً عزيزاً عليك يختفي فجأة دون أي أثر، بلا مقدمات ودون أن يتمكن أحد من تفسير ما حدث. هذه القصص ليست من الأفلام أو الروايات، بل أحداث وقعت بالفعل وتركت المحققين وعائلات المختفين في حيرة. القصة الأولى تتعلق ببراندون سوانسون، الطالب الجامعي الذي اختفى عام 2008 في مينيسوتا. براندون كان عائداً إلى المنزل ليلاً بعد حفل مع أصدقائه، وبينما كان يقود سيارته في منطقة ريفية علقت السيارة في طريق موحلة. اتصل بوالديه ليخبرهم أنه يحتاج إلى مساعدة، وأبقى الخط مفتوحاً مع والده، يتحدثان طيلة 47 دقيقة تقريباً. كان يسمع أصوات الأقدام تسير على الأرض، وهو يخبر والده أنه يرى أضواء المدينة في الأفق. فجأة سمع والده صرخة، ثم انقطع الاتصال تماماً. أبلغت عائلته السلطات وبحثت فرق الإنقاذ في المنطقة، لكن لم يتم العثور على براندون أو أي أثر له حتى اليوم. هل تعرضوا لحادث؟ هل كان هناك شيء غريب في تلك المنطقة؟ لم يستطع أحد حل هذا اللغز. القصة الثانية هي لغز اختفاء أميليا إيرهارت، الطيارة الأمريكية الشهيرة التي كانت من أوائل النساء اللواتي قدن الطائرات عبر المحيطات. في عام 1937، بينما كانت تحاول الطيران حول العالم، اختفت أميليا وطائرتها فوق المحيط الهادئ. شنت السلطات الأمريكية عملية بحث ضخمة شملت طائرات وسفنا متعددة، لكن الطائرة لم تعثر عليها قط. البعض يعتقد أن أميليا هبطت في جزيرة معزولة، وآخرون يظنون أنها سقطت في المحيط. وحتى اليوم يبقى مكان أميليا وطائرتها سرا مجهولا. في قصة أخرى في اليابان اختفى الطالب توموكو كوباياشي، وكان عائدا إلى منزله بعد رحلة قصيرة مع أصدقائه. في الليلة التي عاد فيها تحدث مع عائلته للمرة الأخيرة عبر الهاتف، وأخبرهم أنه على بعد دقائق قليلة من المنزل. بعد ذلك لم يسمع عنه شيء، لم تعثر على جثته أو أي دليل على مكانه، وأثارت ظروف اختفائه الغموض والأسئلة حول سلامته. تم البحث عنه في كل مكان تقريبا، لكن القصة لا تزال غير محلولة. من بين القصص المروعة أيضا قصة الفتاة ميورا موراي التي اختفت في عام 2004 في الولايات المتحدة بعد أن تسببت في حادث بسيارتها على طريق منعزل. اتصلت ميورا برقم الطوارئ، لكنها غادرت السيارة قبل أن تصل الشرطة، ولم تعثر لها على أي أثر بعدها. البعض يعتقد أنها ربما حاولت الهروب أو بدأت حياة جديدة، لكن عائلتها متيقنة أنها تعرضت لأمر سيء في تلك الليلة. وبعد كل هذه السنوات ما زال مصيرها مجهولاً. وأخيراً قصة عائلة جيمسون في الولايات المتحدة التي اختفت عام 2009. عثر على سيارتهم في غابة وبداخلها كل متعلقاتهم، حتى أن كلبهم كان بداخلها، ولم تكن هناك أي آثار تدل على مكان العائلة. تم العثور على بعض العظام في الغابة بعد سنوات، ويعتقد أنها قد تكون لهم، لكن الظروف الغريبة التي أحاطت باختفائهم جعلت البعض يعتقد أن هناك قوى خفية وراء القصة. هذه القصص وأكثر تشعل التساؤلات حول ما الذي قد يحدث لشخص يختفي دون أي أثر. هل هي حوادث عشوائية؟ أم أن هناك أموراً أكبر وأكثر غموضاً تحدث حولنا دون أن نلاحظ؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم حول هذه القصص الغامضة، وهل تعتقدون أن هناك قوى خارقة وراء هذه الحوادث؟ أم أن الإنسان نفسه قد يختفي بسبب ظروف يصعب على العقل تصديقها؟ كانت هذه بعضاً من القصص الحقيقية التي اختفى فيها أشخاص في ظروف غامضة دون أي أثر يذكر، تاركين خلفهم ألغازاً لم تحل وأحزاناً لا تمحى في قلوب عائلاتهم وأصدقائهم. تظل مثل هذه القصص تذكيراً لنا بمدى الغموض الذي يكتنف العالم من حولنا، وبأن هناك أحياناً أحداثاً لا يمكننا تفسيرها مهما حاولنا. إذا أثارت هذه القصص فضولكم وكنتم ترغبون في معرفة المزيد عن حوادث وأسرار مشابهة، تابعونا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شاركونا في التعليقات أفكاركم وتفسيراتكم حول هذه الحوادث الغامضة. شكراً لكم على المتابعة، ونراكم في الحلقة القادمة من قصص غامضة وحقائق مثيرة.